وتحية مميزة لإعلامي متميز رشيد، أخ وصديق عزيز على قلبي وزميل أبدع في حوار معاي في إحدى حلقاته من برنامج المتميز رشيد شو. مثل هذه البرامج طبعا كتكون فيها شوية أخذ وعطاء، فيها مد وجزر بحال اللي كيقولوا، لأن لو ما فيها الجرأة، لو ما فيها الشفافية، ما تقدرش تجذب عين المشاهد أو حتى اللي كيتابع هذا البرنامج. فبالعكس أنا كنشوف أسئلة رشيد له هي دليل على ذكائه وعلى اجتهاده، لأنه ما شاء الله حتى جاب شيء معلومات يمكن أي صحافة مكتوبة أو أي صحافة مرئية دارت معايا لقاء ما قدرت تجيب بحال هذه المعلومات. تبارك الله عليك رشيد، وأتمنى إن شاء الله أنكم تتابعوا جميع أعمالي وتسمعوا أغنيتي الجديدة حبك حمقني، وخلكم دائما متابعين لي. And see you soon in Morocco. حبكم بزاف. Or metum CPR.